بعد فوز جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليمني في الانتخابات الأخيرة، ما تأثير صعود اليمين المتطرف إيطالياً وأوروبياً؟ نقطة حوار بعد قليل. جورجيا ميلوني تفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة فيما اعتبر زلزالا سياسيا كبيرا ليس فقط في إيطاليا ولكن في أوروبا كلها. ميلوني لا تخفي توجهاتها، حزبها متغلغل في الحركة الفاشية التي أسسها موسوليني، تناضل ضد حقوق مجتمع الميم وتدعو لفرض حصار بحري على ليبيا لوقف قوارب المهاجرين، وتقول إنها ستعمل على محاربة أسلمة أوروبا. صعود اليمين إيطاليا ليس منفردا، هي قصة تتكرر فصولها مؤخرا في دول أوروبية عدة مثل فرنسا، السويد، المجر، بولندا، والقائمة تطول. فما تأثير صعود اليمين على الوضع في إيطاليا وأوروبا بوجه عام؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442030752989، كذلك على موقعنا bbcarabic.com، صفحات البرنامج في فيسبوك وتويتر، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. هذا الفوز، فوز ميلوني، أثار تفاعلاً وجدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقينا بالفعل الكثير من الآراء تعبر عن ذلك، منها ما قاله النائب اللبناني السابق فارس سعيد، والذي عبر في تغريدته في تفنيد عن مخاوف البعض من هذا الفوز، وقال لنا: نجاح اليمين ينذر بعودته لأوروبا بسبب تداعيات تنوع المجتمع الجديد نتيجة للهجرة والتهجير، فشل التضامن الأوروبي في زمن الردة ضد العودة. أما فراس فله وجهة نظره الآخر، ويتحدث تحديدا عن الشخص الأكثر سعادة بفوز ميلوني، ويقول: رئيس الوزراء المجري هو الأكثر سعادة بنتائج انتخابات إيطاليا، ويأمل ألا يبقى وحيدا بعدما اختلف معه الحلفاء السابقين في بولندا. هذه فقط عينة من الآراء أردت أن أتوقف عندها معكم، لاحقا سنعرض الكثير من الآراء الأخرى التي ستستمرون في إرسالها أتمنى، ونحن ملتزمون بنشرها جميعا، لكن دعوني أرحب بمجموعة من متابعي نقطة حوار كذلك عبر تقنية زوم. بداية أرحب بياسين، راشد، محمد، ريان، وجهاد، أهلا بكم جميعا معنا في نقطة حوار، ودعوني أبدأ من مكان الحدث أرجوكم. راشد معي من إيطاليا، يا راشد أهلا وسهلا، هل كان الفوز الذي حدث وتابعنا فعالياته مفاجأة بالنسبة لك؟ كيف رأيته؟ هل كنت تتوقع أن تكون هذه النتيجة؟ مساء الخير على حضرتك، مساء الخير لكل المشاهدين. أنا شخصيا كنت متوقع أن أحزاب اليمين العنصرية تفوز بعد أن هم عملوا اتحاد بينهم أربع أحزاب، وفي نفس الوقت أحد الأسباب الرئيسية هي تفتت حزب الديمقراطي، دي كانت أحد الأسباب الرئيسية الكبيرة اللي خلت الأحزاب اليمينية أن هي تكسب بهذا الفرق الكبير. كان متوقع قبل الانتخابات أن هي تكسب، خصوصا بعد استخدام بعض الفيديوهات لبعض الجرائم اللي قام بها بعض النسبة الضئيلة من المهاجرين، وكأنهم يدعوا الإيطاليين إلى التصويت إلى الأحزاب التي تعادي المهاجرين. كان في توقعات بأن هم هيكسبوا فعلا بفارق، لكن ليس هذا الفارق الشاسع ضد الحزب الديمقراطي، الحزب الذي أكثر الأحزاب المؤيدة لاندماج المهاجرين. برضو لابد أن ننظر إلى نقطة معينة، أن أحد الأسباب الرئيسية لفوزهم هي الأموال اللي بتيجي من روسيا، هذه الأحزاب بتتلقى دعم من موسكو، بتقدر تسيطر على الميديا، بتقدر تسيطر على التلفزيون الإيطالي، مسيطرين جدا على التلفزيون الإيطالي، برامج على جميع القنوات ضد المهاجرين. هذه النقطة وعن العلاقة تحديدا مع روسيا ربما سنتحدث فيها أستاذ راشد، لكن
فور الإعلان عن النتيجة، النغمة التي تلقيناها حتى عندما طرحنا الموضوع في نقطة حوار، أن هناك حالة من القلق ربما بهذه النتيجة على الجاليات المهاجرة أو الجاليات من أصول عربية وإسلامية. لماذا القلق؟ هل تشاركهم القلق تعتقد؟ ومن تجاربك الشخصية أنت، هل هناك سبب لهذا القلق؟ أنا لا أشاركهم على القلق، وأنا أدعوهم أن لا يقلقوا. لماذا؟ لأن الأحزاب اليمينية بعد هذه النتيجة لا تستطيع أيضا تغيير الدستور. الحمد لله إن الجنوب كله ما انتخبش هذه الأحزاب، انتخب حزب خمس نجوم بقيادة جوزيف كونتي، وهذه كانت هي النقطة الفاصلة، إن هم فعلا عندهم أغلبية لكنهم لا يستطيع تغيير الدستور، لا يستطيعين تغيير القوانين. نحن هنا في دولة مؤسسات فيها سيادة للقانون، الجميع متساوي أمام القانون. الجاليات العربية والأفريقية وخاصة من إخواتنا الجاليات المسلمة لا داعي للقلق، لا يستطيعون تغيير أي القوانين للهجرة، هم يستطيعون فقط إضافة بعض القوانين للذين يوصلون بطريق غير شرعي عن طريق البحر، لكن الناس اللي مقيمة هنا لن يحدث أي تغيير في أي قانون يتعلق بالهجرة والمهاجرين المقيمين بالفعل داخل إيطاليا. طيب، هو هذا مفهوم، لكن الطرف الآخر يقول إذا كانت عملية الفوز جاءت بهذه الطريقة، ربما هي تشير إلى مزاج ما موجود وتيار كبير موجود في الشارع الإيطالي، وربما يكون هذا بداية لتغيير حتى القوانين التي أشار إليها هنا راشد. هذا ربما أحد العوامل التي نحن بحاجة لكي نناقشها. لكن أرحب سريعا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الإيطالية روما بالسيد ماسيميلانو بوكولني، الكاتب الصحفي الإيطالي. سيد ماسيميلانو، أهلا بك. قبل 4 سنوات فقط ذات الحزب جورجيا وحزبها لم يحصل سوى على ما يزيد بقليل جدا عن 4% من الأصوات في الانتخابات العامة. اليوم هو يفوز بشكل كبير وبهذه الطريقة. لماذا؟ ما الذي تغير تعتقد خلال سنوات أربعة؟ مساء الخير. نعم، تغير أشياء كثيرة، لأن خلال هذه السنوات جورجيا ميلوني بقي في المعارضة مقارنة حركة خمسة نجوم ومقارنة حزب الرابطة لماتيو سالفيني. جورجيا ميلوني لم يدخل في الحكومة الموسعة لماريو دراغي. خلال سيد ماسيميليانيو، تسمعني؟ ما زلت معي؟ طيب، واضح ان في مشكلة، ما زلت استطيع ان ارى حضرتك لكن الصوت به مشكلة. خليني اعود مرة اخرى الى ايطاليا حتى استطيع ان اتحصل على هذا الاتصال، ومن هناك ينضم الي السيد ياسين لفرم رئيس اتحاد الهيئات الاسلامية في ايطاليا. سيد ياسين، اهلا وسهلا بحضرتك. راشد منذ قليل لا يرى سببا للقلق الكبير لدى بعض الجاليات في إيطاليا من هذا الصعود اليميني، البعض قد يتفق معه والبعض يختلف. هل تتفق أنت؟ هل تعتقد أن هناك سبب للقلق؟ مساء الخير عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا دعني أخي الكريم أقول فعلا هي إيطاليا دولة الدستور ودولة القانون ودولة المؤسسات، لكن لا ننسى أن هناك خطاب الكراهية الموجود الآن والمتغلغل في أوروبا، والذي تحمله كثير من التيارات المحسوبة على اليمين المتطرف. هذا الخطاب يؤثر كثيرا على تعايش المسلمين وتواجدهم في المجتمعات الأوروبية التي أصبحوا جزء لا يتجزأ منها. بس هل إذن يمكن أن تعطيني أمثلة لهذا التأثير بما أنك تتعاطى بشكل مباشر مع الجالية المسلمة الموجودة في إيطاليا؟ يا أستاذ ياسين، نسمع دائما أن هناك تأثير، لكن من الحياة اليومية مثل ماذا؟ نعم، هناك قضايا شائكة إلى الآن تتعلق بحقوق المسلمين التي لم نصل إليها إلى الآن، وهو عدم الاعتراف بالإسلام مثلا كديانة، مع أن الدولة الإيطالية اعترفت بمعظم الديانات الموجودة
على التراب الإيطالي، ومن خلال هذا الاعتراف تم الاعتراف بأعياد تلك الأديان، تم الاعتراف بحقوقها، تم الاعتراف كذلك بنوع من التموين في حق هذه الديانات. لكن إلى اليوم المسلمون مع أنهم ثاني ديانة متواجدة في إيطاليا لم يعترف بالدين الرسمي الآن الدين الإسلامي كدين معترف به قانونيا، ولذلك ما زلنا لم نتحصل على الاعتراف بعيد الفطر، عيد الأضحى. ليس لنا الحق في الأكل الحلال في المدارس، اللحم الحلال المذبوح ليس لنا. عندنا إشكالية فيما يخص افتتاح وبناء المراكز الإسلامية، عندنا إشكالية فيما يخص المقابر الإسلامية، خصوصا عندما كانت أزمة كورونا يعني تحتم علينا جميعا عدم السفر بما فيه من الموتى، اضطررنا إلى دفن بعض الموتى في مقابر غير إسلامية، موتى المسلمين، وهذا طبعا يؤثر كثيرا على المسلمين. تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين يعزز من الإسلاموفوبيا الموجودة التي تؤثر على الحياة اليومية للمسلمين. طبعا غريب يا أستاذ ياسين، وكما سمعت وأرجوك صححني إذا كان هذا ليس دقيق، ما سمعناه أن نسبة لا بأس بها من المسلمين صوتوا لجورجيا بالفعل، ألا ترى تناقضا؟ لا، هذا الخبر يعني يجب أن ينظر فيه. أنا على شبه يقين أن معظم المسلمين لم يصوتوا لأحزاب اليمين، لأن أحزاب اليمين عندها كره للإسلام والمسلمين معلن وليس مخفي، وقد قاموا يعني بتمرير بعض القوانين المحلية والجهوية التي تؤثر مباشرة على المسلمين. هناك بعض الجهات التي يحكمها تحالف اليمين التي قامت بإنشاء قوانين جديدة لعدم بناء مساجد في مناطق أصلا المساجد غير موجود في غير مبنية غير موجودة، بل عندنا ونكتفي فقط بصلاة يعني صلاة أو قاعات للصلاة. وهذا طبعا يجعلنا متخوفين من حكومة تقودها جورجيا ميلوني، لأن ممكن أن تعمم قانون مثل هذا على التراب بس الإيطالي، بسهولة يمكن وبالتالي الدفاع يصبح عن هناك ذلك، إشكال في حق لأن البلاد. راشد كما سمعته أنت هو يرى أن الدولة في النهاية هي دولة قوانين، إذا كانت هي قادرة إلى هذه الدرجة على أن تغير القوانين فهذا يعني أن هذه رغبة الدولة أو رغبة الشعب بالمجمل، وإلا فهي لن تنجح. طبعا حكومة إيطاليا هي ملزمة باحترام الدستور والقوانين الإيطالية، لكن لا ننسى أن الحكومة عندها سلطة تنفيذية، وبالتالي تستطيع إذا لم تمنع المسلمين من بعض حقوقهم تستطيع أن تضايقهم في بعض الحقوق. أعطيك مثال بسيط، عندما أصبح ماتيو سالفيني وزير للداخلية وهو يعني من الأحزاب الأكثر يعني كرها للإسلام والمسلمين في إيطاليا، قام بتمرير قانون مثلا يؤخر موضوع الجنسية للأجانب عامة بما فيهم المسلمين، فقام بمضاعفة يعني السنتين اللي عادة ينتظرها المواطن يعني الأجنبي لكي يتحصل على الجنسية لتصبح 4 سنوات. فلذلك هناك إشكال حقيقي فيما يخص القوانين، أو دعني أكون يعني دقيق أكثر، فيما يخص حقوق المسلمين كمواطنين إيطاليين في هذه البلاد. طيب لذلك حضرتك تتحدث عن حقوق المسلمين وهذا مفهوم طبعا بحكم منصبك، لكن أيضا البعض يقول إن هذا ضد المهاجرين والغرباء بالمجمل، وسنبحث في هذه النقطة سواء في إيطاليا أو حتى في الجزء التالي عندما نتحدث عن أوروبا بشكل أوسع. ضيفي السيد ماسيميليانو بوكولوني الكاتب الصحفي الإيطالي، أتمنى أن تكون تسمعني الآن بشكل جيد، وتم تحصيل الاتصال مع حضرتك وكنت تخبرني لماذا هذا الصعود المفاجئ في 4 سنوات فقط لجورجيا ولليمين المتطرف بوجه عام برأيك. نعم، أنا كما قلت لك نقلوا الأصوات اللي حصلوا في السابق في 2018 لحركة 5 نجوم والحزب الرابطة لسالفيني من هذه الحزبين إلى هذا الحزب الجديد إخوة إيطاليا لجورجيا ميلوني. لماذا؟ يعني هذه الحزب الوحيد لم تدخل أبدا في الحكومة واخترت. سيد ماسيميلانيو للأسف مرة أخرى الاتصال أو على الأقل الصوت أفقده مع ضيفي من إيطاليا. أعود مرة أخرى إلى راشد. راشد استمعت لما قاله السيد ياسين وهو أعطانا أمثلة واضحة، يبدو أنه يختلف معك كثيرا في فكرة التأثير أو قدرة
المنظومة القانونية على مقاومة صعود اليمين المتطرف في البلد. هل تعتقد أن هذه الحكومة ستستمر إلى درجة تسمح لها بتغيير القوانين؟ البعض يقول كما قرأت على الأقل توقع أن تبقى الحكومة لعامين فقط. أنا في رأيي الشخصي الحكومة بالأكثر هتبقى لمدة عامين وهتسقط أو يتم إسقاطها. هنا الشعب الإيطالي بطبيعته شعب مرحب بالمهاجرين أغلبه، وهذا ما رأيناه يوم الاثنين اليوم التالي من النتيجة، إن طلبة المدارس ابتدوا يعتصمون داخل المدارس. السوشيال ميديا أكثرها قالت إزاي نرجع لمدة 70 سنة تاني، لأن جورجيا ميلوني لها بعض الأفكار الفاشية. أنا أحب برضو أوضح للسيد المسؤول عن الجالية الإسلامية بخصوص ماتيو سالفيني، إن احنا قدرنا لما كان ماتيو سالفيني وزير الداخلية اللي احنا نوديه للمحاكمة بتهمة منع إنقاذ المهاجرين. ماتيو سالفيني الآن يواجه تهمة قد تصل للسجن 15 سنة. بس الآن لدينا حكومة يمنية صعدت بالفعل بأصوات الناس، لماذا لا ننظر إلى ذلك على أنه مزاج المجتمع، مزاج الناس العاديين؟ يعني الأمر ليس سياسي صرف أتصور. هو حضرتك هو وصلوا لأنهم اندمجوا مع بعض، هذه النقطة اللي لازم نفهمها كلنا، إن أربع أحزاب اندمجت وبالتالي وصلت لنسبة ما يقارب 45%. بس كلها أحزاب يمينية، معنى ذلك أن المواطن الإيطالي العادي بات يرى في اليمين منقذ ربما، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي أتصور هذا له تأثير كبير. أظن حضرتك أنا أختلف مع حضرتك في هذه النقطة، لأن الشق الاقتصادي هم لعبوا على نقطة الريدت للشيدلانسا، واغلب الشعب الايطالي وخاصه المواطنين الجنوب يحتاجون الى الريدوت دي شيدلانسا، هذه اعانه يحق للمواطن الايطالي. وارجع واقول ان هذه النقطه ستكون احد النقاط التي ستجعل هذه الحكومه تسقط ولن تستمر. حذاري من المساس بالريدوت دي شيدلانسا، لان هذا سوف يجعل الاجراءات هنا في ايطاليا والحالات هتبقى اكثر صعوبه لبعض الكثير من الفئات من الشعب الايطالي. ريدت شيدلانسا هو حق للمواطن الايطالي وحق لجميع المهاجرين، وليست ايطاليا فقط هي من تعطي هذه الاعانه، اعانه البطاله في كثير من الدول. هذا مفهوم جدا، لكن اذا نظرنا للامر من وجهه نظر معاكسه، من وجهه نظر هذا التيار، من حق البلد ان تحمي نفسها من تدفق اللاجئين، من حقها ان تطالب بمساواه ربما في توزيع حتى المهاجرين، ولا يكون الامر مركزا فقط في اسبانيا واليونان وايطاليا كذلك، وبالتالي البعض يرى ان في ذلك بعض المنطق. هو انا اوصل لحضرتك هنا، القانون الاوروبي بيقول ان اول مرفأ امن لابد ان يستقبل المهاجرين، وعلى هذا يكون المرفق الامن خلال البحار يا اما قبرص يا اما ايطاليا، هذا قانون سيدي ولابد ان الحكومه الايطاليه تلتزم به. حتى بعض المهاجرين اللي بصموا في ايطاليا وتم ارسالهم الى السويد، عندما لم ينجحوا القانون الاوروبي يجبر ايطاليا على استقبالهم مره اخرى. هذه قوانين والجميع هنا مرحب به ما دام الجميع ياتي لحياه افضل خلال الدراسه خلال العمل، مع الالتزام بامن وامان المواطن والمؤسسات. طيب أستاذ راشد، اسمح لي أن أحاول للمرة الأخيرة بالمناسبة مع ضيفي السيد ماسيميلانيو بوكولوني على الهاتف هذه المرة. أتمنى أن أستطيع أن أسمع حضرتك وأعتذر لأن واضح أن تحصيل الاتصال صوتا وصورة شديد الصعوبة. للمرة الثالثة كنت تحدثني عن سبب صعود جورجيا ميلوني خلال عدد قليل جدا من السنوات ولم أستمع لإجابتك على الأقل، تفضل. نعم، أنا قلت بأن الفرق بين الآن والانتخابات في عام 2018 هي بأن خلال هذه الأربع سنوات حزب رابطة الشمال يعني حزب ماتيو سالفيني وحركة خمسة نجوم دخلوا في الحكومة، وخاصة دخلوا في الحكومة الموسعة لماريو دراغي. بالعكس جورجيا ميلوني هي الوحيدة اختارت أن تبقى في المعارضة وعمل معارضة جدية، ولسبب هذا
الناخبين الإيطاليين دائما يصوتون الجديد، دائما يصوتون من لم يحاكموا سابقا، واختاروا أن نقلوا هذه الأصوات من الحركة خمسة نجوم ومن حزب الرابطة ماتيو سالفيني إلى حزب إخوة إيطاليا لجورجيا ميلوني. هذا هي طريقة تفكيرها أو الشعارات على الأقل التي أطلقتها علينا خلال الحملة سيد ماسيميلانيو هي مخالفة عن الكثير من القيم. لا أعلم إذا كنت تعتقد أن هذه طريقة التفكير الجديدة في المجتمع الإيطالي أم ماذا؟ يعني هي ضد حقوق مجتمع الميم، تدعو لفرض حصار على سواحل ليبيا لمنع تدفق المهاجرين، تعد بمنع أسلمة أوروبا كما قالت. هل هذه القيم التي تنوي الدولة عن طريق الحكومة أن تتبناها في الفترة القادمة؟ أنا أعتقد بأن هذا الموقف لجورجيا ميلوني هي قريب جدا من الموقف لماتيو سالفيني. الفرق أمام الناخبين هي بأن ماتيو سالفيني دخل في الحكومة مدراجي ولم يفعل ماذا قال، وجورجيا ميلوني ممكن سيفعل ماذا هي تقول. الإشكالية هي بأن في فرق بين القول خلال الحالة الانتخابية والفعل في الحكومة، لأن مسؤولية الحكومة هي شيء كبير، وخاصة الآن خلال هذه الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة خاصة لإيطاليا، وقضية الهجرة والمهاجرين ليس الأولية الآن لإيطاليا وخاصة الحكومة الجديدة لميلوني، لأن يعني الأولية ستكون التضخم، ستكون الركود الاقتصادي التي سجلت المعهد الإيطالي للأرقام خلال بداية السنة القادمة. يعني التحديات هي أخرى، ولكن بالنسبة هذه النقطة صعبة جدا عليها أو على أي حكومة وتشمل الجميع العالم أتصور في هذا التوقيت شديد الحساسية. لكن أيضا كي تتجاوز هذه الخطوة هي بحاجة لعلاقة معينة مع المحيط، وأنت تعلم أن علاقتها ليست جيدة كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أو حتى مع الدول الرئيسية فيه. العلاقة مع فرنسا شديدة الغموض، الاتحاد الأوروبي أيضا البعض يتخوف من قدوم نسخة جديدة من بريكسيت لكن إيطالية هذه المرة، لأن رئيسة الحكومة الجديدة لا تؤمن بفكرة الوحدة الأوروبية. بالنسبة لقضية البريكسيت لا أعتقد في القضية حقيقية في إيطاليا، لأنه الشركة خلال الانتخابات حزب باسمه إيتاليكسيت، ولكن حصل على 1% من الأصوات، يعني ما في إرادة من الإيطاليين للخروج من الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للعلاقات بين ميلوني وأوروبا، نعم المشكلة هي بأن ميلوني كان مرتبطة بأوربان، وأوربان معتبر مرتبط ببوتين وبروسيا، ولكن خلال هذه الساعات تقريبا ميلوني وجد مساعدة من ماريو دراغي بتعاون مع أوروبا، لأن خلال الشهر القادم لازم أن تقدم إيطاليا ميزانية جديدة إلى أوروبا لكي تحصل على المساعدات المالية الجديدة. وكل المحللين يقولون بأن في اتفاق بين دراغي وميلوني بأن دراغي سيكون أداء المتضامن لميلوني أمام أوروبا، وبالمقابل ميلوني ستستمر بالتحالف مع أمريكا، تستمر بالدعم لأوكرانيا، ولن تغير أي الدين الدولي. طيب هي لن تغير إيطاليا سياسة البلد، لكن هي واضح بتغير كلامها بشكل أو بآخر، لأن اللهجة التي تتحدث بها حضرتك في تحليل القادم من سياستها تختلف عن ما استمعنا إليه خلال حملاتها الانتخابية نفسها. لكن أنا أعود بك للشق الذي ربما يهم الكثيرين المتواجدين من الجالية العربية والمسلمة أو حتى المهاجرين في إيطاليا. هي انتقدت كثيرا سياسات الهجرة لبلدها ووصفتها بأنها متساهلة وتلجأ أو تتسبب في تحويل إيطاليا لمخيم للاجئين. هل تتوقع أن تقوم بتشديد هذه السياسات يتضرر فعلا اللاجئون أو طالبي اللجوء أو حتى الجاليات الموجودة فعلا داخل البلد؟ هذا نقطة صعبة،
لأن ضروري إيطاليا أن تحترم دائما من حقوق الإنسان من جانب والقانون الدولي من جانب الآخر. ولكن ماتيو سالفيني هو يحتاج الآن بعد أن ضيع كثير من الأصوات في الانتخابات هذه، لأن وصل إلى 8% بعد أن حصل إلى 16% في الانتخابات الماضية، هو يحتاج أن يتحرك في هذا الموضوع، وربما أو هو سيكون وزير الداخلية أو سيعينون مسؤول قريب منه كوزير الداخلية. ولكن أعتقد بأن القلق ليس للمهاجرين الحاليين الموجودين في إيطاليا، لأن بالنسبة قانون الجنسية وقوانين المهاجرين لن تكون تغيرات. بس المهاجرين الجدد هناك التزام إنساني صوبهم. هي للمهاجرين الجدد نعم، ولكن المشكلة هي في إيطاليا بأن الآن الحدود شبه مفتوحة، لأن أي مهاجر من العالم ممكن أن تمر عبر البحر وأن تدخل في إيطاليا بدون أوراق. هذا حتى قضية غير منطقي، لأنه بالنسبة في العالم ما في بلد أن يسمح المهاجرين أو يسمح الأجانب أن يدخلوا في البلاد بدون أوراق. هذه الإشكالية. سيد ماسيميليانو، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التواجد معنا. سيد ماسيميليانو بوكولوني الكاتب الصحفي الإيطالي كان معي من إيطاليا، وأعتذر مرة أخرى لأن الاتصال قطع أكثر من مرة صوتا وصورة، لكن استمعنا لوجهة نظر حضرتك، وأرجوك دعني أستمع كذلك لبعض المشاركات التي رصدناها أونلاين بخصوص نقاش اليوم. ووصلتنا بالفعل الكثير من التعليقات عن مخاوف البعض بشأن فوز ميلوني، منهم إبراهيم يقول لنا لن يكون من السهل أن يطبق اليمين الإيطالي المتطرف أفكاره بشأن الهجرة، لأن هناك سياسة أوروبية موحدة حول هذا الموضوع. يتفق مع راشد الذي تحدث إليه على الزوم منذ قليل. لكن عمر فراج أيضا يؤكد نفس الفكرة ويقول لنقطة حوار: ملف الهجرة شائك ودولي، وإيطاليا عضو بالاتحاد الأوروبي ومرتبطة باتفاقيات أوروبية ودولية لن تتجاوزها في هذا الملف. هشام يحيى تحدث عن رؤيته لتوجه اليمين المتشدد تجاه العرب بشكل عام، وقال لنا سياسة الغرب تجاه المنطقة واحدة، سواء كان يمينيا متطرف أو وسط، وهي استنزاف ثروات الشرق وإضعافه عسكريا واقتصاديا قدر المستطاع. أما علي فهو يرى في صعود اليمين في أوروبا أمرا إيجابيا، وتبريره: يا ريت اليمين يحكم كل دول العالم، ميلوني تدعو لاحترام القانون وحقوق الإنسان والابتعاد عن أفكار الأحزاب اليسارية التي يصفها علي بالشاذة. أما المحلل السعودي جهاد العبيد فهو يقول إن هذه أول امرأة تقود إيطاليا، ومع ذلك لا تحتفل وسائل إعلام الشركات الأمريكية المؤيدة لتمكين المرأة بفوزها، بل تصفه بأنه انتصار لأقصى اليمين. هناك تغريدات في ذات الاتجاه تقريبا، ومنهم ما يقوله النايف لنا في هذه المشاركة، وهو يرى أنه تصوير لعودة الفاشية في إيطاليا واحتمالية سقوط أوروبا ككتلة من قبل اليسار في التعقيب على فوز ميلوني، فقط لأن اليسار تراجع وهي تقدم وطنها أولا كما فعل دونالد ترامب. إسلام يرى أنه هناك زعيمة جديدة للفاشيين هي حفيدة موسوليني كما يقول عليها وكما يطلق عليها، وهي ستصبح أول رئيسة وزراء، وهو أمر سيسبب وفقا لإسلام إرباك وقلق شديد للاتحاد الأوروبي وللناتو كذلك. عادل أيضا فضل أن يعلق على الوضع المالي ما بعد فوز ميلوني، وهو يقول أنه بالأمس بورصات أوروبا كانت سلبية عدا إيطاليا. ربما يعلق المستثمرون أمال على انعطاق إيطاليا من هيمنة البنك المركزي الأوروبي. آخر المشاركات للكاتب السعودي ياسر الغسلان، وهو يتوقع أنه مع فوز اليمين المتطرف وبروز اسم ميلوني كرئيسة للوزراء، يعود التوجه الفاشي مرة أخرى لحكم إيطاليا التي نشأ فيها هذا الحزب المتطرف. استمروا في الإدلاء برأيكم، ودعوني أبقى في إيطاليا مرة أخرى على الزوم. ينضم إلي محمد الأمين من هناك. محمد، استمعنا لوجهتي نظر، وأريد أن أعرف رأيك أنت لفكرة هذا التقدم اليميني. هل هو تعبير عن توجه سياسي، توجه مجتمعي؟ هل هو في محله وتوقيته الآن؟
أهلا وسهلا ومرحبا بكم نسي الكل، تحية للحضور الكريم. أول حاجة أنا نحب نأكد عليها هي ضرورة احترام خيارات الشعب الإيطالي. الشعب الإيطالي والدولة الإيطالية هي دولة حرة مستقلة عندها السيادة، أنا نحترم معناتها قرار الشعب الإيطالي، والشعب الإيطالي اختار أقصى اليمين وهذه هي أفكاره. نفس الوقت أنا لا أحمل الجنسية الإيطالية، يعني أنا من معناها أرفض عادة أتدخل في سجال مع الإيطاليين في هذا الموضوع. لكن أنا نحب نركز على نقطة مهمة برشا، هي إحنا كشمال إفريقيا، كشمال إفريقيا علاقتنا مع إيطاليا أكيد العلاقة باش تتبدل. أنا ندعو الدول متاعنا أنها تحط هذه التغيرات السياسية الكبيرة اللي قاعدة تصير في أوروبا وفي إيطاليا بالذات، معناتها على رأس أهمية دبلوماسيتنا. أنا ندعو إلى تنسيق محكم بين دول افريقيا، بين تونس والمغرب والجزائر باعتبار ومصر اكيد باعتبار. ما المطلوب تحديدا من هذه الدول يا محمد، وما الذي سيفيده التنسيق؟ اول حاجه هي الرفض، اولا رفض، خاطر انا سمعت السيده جورجيا ميلوني قالت انه باش ندعو دول شمال افريقيا وسميت تونس ومصر ان نقوموا فيهم مراكز لجوء، يعني المهاجرين من العالم الكل نحطوهم في تونس ومصر. لازم تونس ومصر ودول شمال افريقيا الجزائر والمغرب وليبيا كل يرفضوا النقطه هذه بكل قوه، لانه هناك مهاجرين يجوا من العالم الكل، هم فارين من الحرب ولسبب بسيط، هم المهاجرين هذم الكل ما يحبوش يجيو لتونس ولا المغرب ولا مصر. وثاني حاجه انه لا تونس ولا مصر ولا المغرب تثبت في الحروب اللي هما يعيشوا فيهم، ولا تونس ولا مغرب ولا مصر تمول في الارهابيين اللي في البلدان هذه الكل، يعني لازم هناك يكون رفض قاطع. ثاني حاجة أنا أدعو إلى الدفاع على كرامتنا، إحنا مواطنين، إحنا ولد، أنا ولد الدولة التونسية، وأدعو الدولة التونسية أنها تحفظ كرامة كل مواطن تونسي ضد كل اعتداء يمكن أن يلحقه، خاطر هذه مجموعات، هي مجموعات متطرفة، مجموعات عندها قيم، عندها أفكار فاشية، عندها أفكار عنصرية. أدعو الدولة التونسية أنها معناتها من خلال محامين موجودين عرب وتوانسة. طيب يعني أنت تتحدث بالأساس عن مسؤولية الجانب الآخر، مسؤولية دولنا، نحن في التعاطي مع هذه الدول التي يصعد فيها اليمين، وهي زاوية جيدة جدا بالمناسبة، فكرة مسؤوليتنا نحن عن طريقة التعاطي والتعامل مع هذا اليمين. لكن كما ذكرت في البداية الأمر لا يقتصر فقط على إيطاليا، صار لنا أشهر وسنوات حتى نتحدث تحدث عن فكرة صعود اليمين هذه في أوروبا، وأريد أن ألقي نظرة أوسع مع ضيفتي عبر خدمة سكايب من هنا من لندن، الأستاذة رغد التكريتي، وهي حقوقية ورئيسة الرابطة الإسلامية في بريطانيا. سيدة رغد، أهلا بحضرتك. التهنئة توالت على ميلوني بالفعل من فرنسا، من السويد، من المجر، من بولندا، من كثيرين، حتى المتشكك قال إنه سيتعامل معها ويعتقد أنها ستلتزم بالقوانين. واضح أن هناك ميل ما، أو هل ترصدي ميل ما لهذا التيار اليميني؟ هل يجوز أن نقارن ما بين دولة أوروبية ودولة أخرى في حجم التيار اليميني فيها؟ نعم، بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام، وفقط تصحيح، الآن أنا رئيسة مجلس شورى الرابطة الإسلامية ولست الرئيسة. على العموم طبعا هو كما نعلم تصاعد التيار اليميني المتطرف هي تعكس حالة سلبية في المجتمعات الأوروبية بشكل عام. دائما هذه تستخدم عندما تفشل الحكومات، سياسات الحكومات تفشل في إيجاد حلول للقضايا المختلفة في بلادها، فإرضاء للقاعدة الشعبوية تبدأ هذه النبرة في اتهام أو تعليق استخدام هذه العنصرية أو استهداف اللاجئين والمهاجرين كشماعة يعلقون عليها فشل سياساتهم في أن يعني يثنوا النظر أو يحولوا النظر من القضايا الحقيقية والمشاكل الحقيقية التي توجد في الساحات الأوروبية بشكل متصاعد. يعني نحن الآن الحكومة البريطانية في أضعف الحالات التي شهدناها، ولذلك فالناس تلجأ إلى أن تبرر هذا الفشل إما بسبب زيادة المهاجرين أو اللاجئين وغيرها من القضايا، أو التركيز على قضايا تهييج العنصرية في المجتمعات. بريطانيا حالة سأتحدث فيها أستاذ رغد، لكن إذا تحدثنا عن بقية الدول الأوروبية،
لماذا تعتقدي أن الأمر بدافع الفشل؟ يعني قد يرى البعض الأمر من زاوية مختلفة، أن حكومات أكثر وسطية أو حتى حكومات يسارية فشلت في إدارة البلد وتسببت في كل المشاكل اللي حضرتك تفضلت بيها، فالآن المواطن العادي يرى أن اليمين ربما هو الذي سيقدم له حل اقتصادي وحل أمني أكثر جودة. هو يجب أن نعترف أن الحكومات الأوروبية، وأنا لا أتكلم فقط عن الحالة البريطانية، وإنما الحكومات البريطانية بشكلها هي تحترم التعددية، الأصل فيها تحترم حرية الدين، تحترم النسيج المجتمعي المختلف، ولكن فشل هذه الحكومات الوسطية أنا لا أبرئها، أنا أقول هي فشلت. فلذلك في وقت الفشل ما الذي يحدث؟ تتصاعد النبرات أو النبرات المتطرفة، ولذلك لذلك تجد مجال لليمين المتطرف، وتجد أن القاعدة الشعبوية التي ليست راضية عن أداء حكوماتها، وخصوصا ونحن في ظل أزمة اقتصادية تعتري أوروبا كلها وليست دولة واحدة فقط، تبدأ تلجأ لحلول ربما متطرفة كهذه النبرة التي توجد من تعلق عليه الشماعة. أي دول تعتقدي أن الأمر شديد الخطورة فيها أستاذة رغد علينا أن ننتبه؟ أي الدول فيها الأمر أشد حدة؟ طبعا كما نعلم هناك تفاوت بين الدول، فسمعنا في الآونة الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة الماضية في فرنسا، في النمسا، وامتدت إلى إيطاليا، وهذا تيار يمتد بالمناسبة. يعني نحن في بريطانيا نعتقد وكنا نقول سابقا أنه ليس لدينا هذا الاستهداف وليس لدينا هذا التيار العنصري اليمين المتطرف، ولكن إن هو كسرطان، إذا انتشر في بلد فتجد له مجموعة تصدى له. ولكن ما شاهدته، وإذا تعلم يعني حزب يوكيب اللي كان على رأسه العنصري نايجل فراج اختفى تماما من الوجود بعد أن كان له أعوان وكان له متابعين، لأنه هو فقط يزعزع لحمة المجتمع ويبث الفتنة ويبث الكراهية، ولكن ما تجده يعني يكون في المقدمة إلا وينذوي والناس أنا تفرق. لذلك أو لهذا السبب تحديدا يا أستاذ رغد كنت أريد أن أتحدث عن الحالة البريطانية، وسنتحدث عنها بشكل مفصل لأن البعض يرى أنها قد تكون مختلفة ولو نسبية عن بقية الحالات الأوروبية، لكن كما تفضلت ضيفتي هناك كأنه انتشار سرطان بين قوسين لصعود هذا التيار اليميني في دول كثيرة، وقرأنا بالفعل منذ هذه النتيجة في إيطاليا عن مقارنات بين إيطاليا ودول أخرى من ضمنها السويد. من هناك أرحب بريان ينضم إلي، ولا أعلم ريان هل الحال مشابه لما يدور في إيطاليا؟ هل فعلا تشعر كشخص متواجد في السويد بهذا الصعود الكبير للتيار اليميني؟ بالفعل يعني حزب سفاريا ديمقراطنا أو ديمقراطية السويد حصل على المركز الثاني في معقل الديمقراطية وحقوق الإنسان وكما تسمى ضمير العالم الحي السويد، ويبدو أن هذا التيار في توسع حيث ابتدأ في الدنمارك ووصل إلى السويد، وواضح أنه سوف ينتشر إلى دول أخرى. كمواطن يعيش في هذه البلد أعرف أن لدي حقوق دستورية يعني من الصعب جدا تغييرها على المدى القصير، ولكن الفئات الأكثر ضعفا يعني المهاجرين الغير شرعيين طالبي اللجوء والذين حصلوا على إقامات مؤقتة قد يكون وضعهم مهدد، يعني المزاج العام اختلف، لم تعد السويد ترغب بشكل داخلي أو خارجي بالمساعدة وتقديم الإعانات كما كانت في السابق، واضح أن هناك تقشف وبشكل أساسي جعل اللاجئين والمهاجرين بشكل عام شمعت مشاكل. هل هذا الشيء الوحيد الأمني الذي ترصده يا أستاذ ريان كظواهر أو كدليل على صعود التيار اليميني المتطرف، ولا هناك أشياء أخرى؟ هناك أشياء مباشرة وغير مباشرة. بشكل عام كانت الفئات العنصرية تميل إلى إخفاء هذه العنصرية تحت ستار من الممارسات التي تبدو غير عنصرية، ولكن الآن ومع صعود اليمين المتطرف في السويد بدأت هذه الممارسات تصبح بشكل مباشر، ووجدنا الآن إعلان ضخم تم في فترة الانتخابات التي حصلت مؤخرا في السويد، قطار كامل تم لصق عليه المحطة القادمة كابول على سبيل المثال، وهذا الأمر كان من شبه مستحيل من بضعة سنوات فقط. بس هل هذا توجه سياسي ولا هو توجه مجتمعي أيضا تعتقد ولا كلاهما؟
هو توجه مجتمعي انعكس على السياسة، واضح أن هناك تململ و يعني رأي عام بشكل عام تعب من الأزمات المتلاحقة التي أصابت أوروبا، وخاصة الأزمات الأخيرة، الكورونا والتضخم الاقتصادي والركود الاقتصادي، والآن أزمة الطاقة. يبدو أن كما تم ذكره الأحزاب اليمينية في الدول التي لم تستلم والتي كانت دائما في المعارضة يرغب الناخب العادي برؤية ما لديها. لم يتم أبدا تجريب الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكم في السويد، لذلك لنعطيها فرصة ولنرى قد يكون لديها حلول. أعتقد أن النتيجة كما قالت ضيفتي وأعطت مثل هنا ببريطانيا يوكب، هل تعتقد أن هذا النوع من الأحزاب في السويد هذه المرة سيتراجع وسيختفي، ولا الإشارات تشير أنه بالعكس يزداد شعبية؟ بالواقع هو يزداد شعبية. حزب ديمقراطي السويد كل دورة انتخابية يحصل تقريبا على ضعف عدد الأصوات في الدورة التي سبقتها. أعتقد وبشكل شخصي أن هذه الأحزاب العنصرية اليمينية عندما تستلم الحكم فإن ذلك بداية نهايتها، أي أنها جيدة جدا في المعارضة، ولكن عندما تستلم الدفة فليس لديها مشروع واضح ومفيد وعملي، ولذلك أفضل طريقة للقضاء عليها هو إعطائها السلطة والنظر ما سوف تقوم به. طيب قبل أن أعود إلى ضيفتي أستاذ ريان، خليني بما أننا ألقينا نظرة على السويد كحالة، أيضا أستاذ رغد أشارت لفرنسا، وكل انتخابات كنا نتابع فكرة صعود اليمين وارتباطه تحديدا بماري لوبان مثلا، وتقترب بشدة خاصة في الانتخابات الأخيرة ثم بعد ذلك. صحيح تخسر النتيجة، لكن وجودها ووجود تيارها يزداد قوة في فرنسا. لذلك من هناك أرحب بالأستاذ علي إزريق، هو عضو حزب الجمهوريين في فرنسا. سيد علي أهلا وسهلا بحضرتك. هل الحالة الفرنسية متشابهة بالنسبة للبعض؟ الصعود اليميني بطيء صحيح، لكنه واثق الخطى جدا إذا جاز التعبير. الكلام وجه لي، ما سمعت كل شيء تقوله. أيوة يا فندم تفضل. مساء الخير المشاهدين. بالنسبة لفرنسا، يعني احنا وضعنا بفرنسا لنقول بانه لم يكن غريبا جدا عن الواقع الاوروبي. في فرنسا حصلت هناك من فتره وشيزه يعني في عالم السياسه تململت من الشارع الفرنسي، وشهدنا اخطاء كبيره حصلت من قبل اليمين الكلاسيكي واليسار الكلاسيكي. وعندما وصلنا الى حاله، الى نقطه يعني انتخابات فرنسا هولندا، تم اسقاط الاحزاب الكلاسيكيه من أجل صعود حزب هجين فرنسا الأمام، حزب ماكرون، والذي يعني شكل من قبل أفريقا في الحزب اليساري وفي الحزب اليميني، وجعل منه حزبا شابا، يقال أنه حزبا شابا يريد أن يغير في هذا البلد. وبالفعل كانت هناك معركة شرسة حصلت بين فرنسا إلى الأمام وحزب اليمين المتطرف التي تترأسه مارين لوبان. أكيد عالم السياسة لا يبعد كثيرا عن عالم الاقتصاد، ولا عن عالم الاجتماع، ولا عن عالم الطاقة والغاز وعالم الاجتماع. في فرنسا هناك أزمات عديدة حصلت بدءا من 2008 عندما حصلت كريس سب برايم، وبعدها الكورونا، وبعدها حاليا مؤخرا حرب في أوكرانيا. بس هل هذا يعطي اليمين تعتقد يا أستاذ علي الحق أن يتم تجريبه أيضا؟ يعني إذا كان لدينا كل هذه المشكلات، من حق المواطن العادي الذي يقيم في الدولة أن يجرب جميع التيارات، ربما هي أكثر قدرة على إدارة الأزمات. نحن لم نقول هذا، لكن هناك يعني عندما تشد الأزمات الشعب يستغل من عبر يعني التعبئة الشعبوية من قبل السياسيين، وعندها يستغل في هذا العالم، يستغل في عالم في في في, في شعارات أن المشاكل الكبرى تأتي من المهاجرين، ونلقي اللائمة على هذه الناس. اليوم في فرنسا لو أردنا أن نقول هذا الكلام هو غير صحيح، لأنه أكثر الأعمال وأكثر الوظائف إن كانت على صعيد الطبقات الوسطى والطبقات المرتفعة حالياً، يعني هناك الكثير من الكوادر، المهندسين، الأطباء، المحامون،
هم من أصول مهاجرين. طيب لأن العدد كبير جدا في فرنسا. الآن بعد الانتخابات الأخيرة أستاذ علي، هل المزاج مازال يميل بذات القوة لليمين ولا تراجع نسبيا ولا زاد قوة؟ إذا أردنا أن نرى من ناحية المزاج العام في فرنسا، حقيقة يعني مارين لوبان أتت برقم عالي جدا في الدورة الثانية نسبة لأنها تأتي من اليمين المتطرف، ولم تكن هناك لها لنقول دعما كبيرا من بقية الأحزاب لتنجح. اليوم كان هناك نجاح هزيل لحزب ماكرون، فإذا نحن نرى اليوم في فرنسا هناك تململ كبير حتى من حزب ماكرون، ولو أتت أزمة معينة اقتصادية كانت أو سياسية من الممكن أن تتأرجح فرنسا وتصب، وممكن أن تنتج عالم آخر كما حصل في إيطاليا. هذا لا يعطي الحق للفرنسيين بأن يجربوا أحزاباً أخرى، لكن في ضيق الأفق السياسي، في ضيق الحلول الموجودة، هو نحن اليوم أمام معضلات عديدة جداً لا حل لها. يعني إذا جيت إلى فرنسا من ناحية المهاجرين ومن ناحية التجمعات السكنية الكبرى في باريس المحيطة مثلاً، لا يمكن حل الأزمات الاجتماعية بشطبة قلم أو بقرار واحد. هناك أزمات هذا عديدة. تتساوى الجميع أو تتساوى كل الطائرات وكل الحكومات، ربما هذه قضية كبيرة جدا، لكن المقارنة تكون في القضايا اللي واضح فيها الاختلاف الكبير جدا ما بين التيار اليميني واليمين المتطرف واليسار أو حتى الوسط، زي قضايا مثل المهاجرين مثلا، وهي قضية في لب حديثنا اليوم. أستاذ رغد، أنا سألت ضيوفي أكثر من مرة وأريد أن أعرف وجهة نظر حضرتك في هذه النقطة، هل نحن أمام معضلة سياسية أم أمام ترجمة لمزاج المجتمع؟ علينا أن نتقبل أن هكذا المواطن، هكذا هي الديمقراطية، هكذا الناخب يريد هذا التوجه بما أنه نجح في إيطاليا. أنا أظن أنه ليست هناك معضلة في حياتنا في أوروبا، هناك دائما تحديات، ولكن نحن لدينا الوسائل ولدينا القنوات والسنوات وسنوات الخبرة التي تعاملنا فيها سواء مع المجتمعات المدنية أو البلديات والحكومة وصناع القرار، بحيث أنه بنينا هذه العلاقات التي يمكننا أن نتخطى أو نتحدى أي تحدي. فالمعضلة تبدو يعني الوضع ميؤوس، ولذلك لن أسميها معضلة، ولكن نعم هي تحدي شديد. نرى الإسلاموفوبيا منتشر في الآونة الأخيرة، كل ذلك مرتبط كأنه يعني حالة مترابطة يتصاعد فيها اليمين، تتصاعد فيها الإسلاموفوبيا، التمييز، الكراهية. هذه حالة تنتج من عدم استقرار البلد، القاعدة الشعبوية غير راضية عن أداء حكوماتها، فلذلك هي تسمع للخطاب السياسي والإعلامي في توجيه الأنظار إلى الجهات التي ربما تسبب هذا التزعزع والفرقة في اللحمة المجتمعية. ولكن دور الجالية المسلمة أو حتى دور الجالية من أصول عربية في هذه الدول أستاذ رغد، لأن البعض قال، ومرة أخرى نحن بحاجة لكي نتأكد من هذه المعلومة، لأن السيد راشد قال إن هو يشك فيها، فكرة أن عدد كبير من الجالية المسلمة صوتت بالفعل لميلوني. وأتذكر حتى هنا في بريكسيت عدد كبير من ذوي الأصول المهاجرة قيل أنه صوت كذلك للخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه لا يريد مهاجرين. أحيانا الجالية العربية أو الجالية الإسلامية أو الجالية المهاجرة هي نفسها تعمل ضد نفسها. نعم، ولذلك نحن كمؤسسات وروابط سواء إسلامية أو مجتمعية نحاول أن ننسق العمل. أنا يعني أدرك ونعترف أننا لا زال لدينا ضعف بالنسبة للعملية الانتخابية، فنرى الكثير من المسلمين مثلا يتقاعس عن المشاركة في الانتخابات. ليش؟ لأنه لم يجد له حلا أو أشعر بالإسلاموفوبيا أو الكراهية، فهذا الصوت يذهب إلى الجهة المقابلة. فنعم، هناك أحيانا نشر للمعلومات الخاطئة المغالطة، ولذلك لابد للمؤسسات الإسلامية أن تستفيد من تجارب بعضها. ولذلك أنا عضو كذلك في مجلس مسلمي أوروبا، وهذه هذا المجلس يضم مؤسسات أوروبية إسلامية أوروبية في مختلف الأقطار من أجل التعلم من تجارب الآخرين. فعندما أصيبت الجمعيات الإسلامية بالاستهداف في النمسا أو فرنسا، كان لنا هنا في بريطانيا لقاء مع حوالي 200 من المؤسسات الأخرى حول
أوروبا وكذلك من كندا وأمريكا. مهم جدا أن نعلم أن التحديات واحدة ولو تفاوتت في شدتها من بلد إلى آخر فهي قادمة، ولذلك الاستعداد، كل الاستعداد. هذا لا يعني أن نعزل ونتقوقع، بل بالعكس حتى مع هؤلاء اليمين المتطرف نبني هذه العلاقات ونستمر في التقدم ونطلب منهم احترام ما تتشدق به أوروبا من الديمقراطية. لكن يجب أيضا أن نحترم نحن الخيارات كما حدث في إيطاليا، احترام أن الخيار ذهب إلى اليمين حتى وإن لم يكن على هوى كثيرين. أريد أن أوسع الصورة ولو نسبيا يا أستاذ رغد، ما قاله لي محمد الأمين هنا من إيطاليا هو يرى أن جزء من المسؤولية هو على طريقة تعاطي دولنا وحكوماتنا والدول التي يأتي منها المهاجرين مع هذه الحكومات اليمينية كذلك. هل هذا يضبط الأمور؟ هل هناك أوراق في يد هذه الدول فعلا عندما تبدأ في التعاطي مع هذه الحكومات الجديدة؟ الحقيقة حكوماتنا ودولنا العربية مع الأسف تشهد حالة من الضعف، لا أدري إن كانت لها التأثير الكبير، يعني ممكن أن يستخدموا الطاقة والنفط، ولكن الحقيقة ما رأينا وما شهدنا ثبت ضعف هذه المواقف، بل بالعكس ربما هم مشتركون في بعض الأحيان في تصاعد الإسلاموفوبيا. رأينا من الحكومات من تستهدف المسلمين في الغرب وتنعتهم وتصنفهم وتطلب من الحكومات الأوروبية ملاحقتهم، فليس لنا الحقيقة لا نعول كثيرا على هذه الحكومات العربية، وأنا أظن أننا هنا مواطنون أوروبيون يجب أن نعمل من أماكننا بقوة وبيقين، وأن نعلم أن المعظم هو وسطي، أن المعظم لديه الفهم المعتدل وليس التطرف اليميني. ماذا علينا أن نفعل يا أستاذة رغد، سواء كيانات أو أفراد تعتقدي؟ عفواً، ماذا علينا أن نفعل سواء كيانات أو أفراد؟ أنت تقولي علينا أن نعمل إذا كنا متواجدين في أوروبا، ماذا نفعل؟ أنا أظن من المهم التنسيق، من المهم وضع نظرة استراتيجية، من المهم أن نحدد ما هي التحديات الحقيقة التي نواجهها. الأمر الثاني أن نلتحم مع المجتمع بعمومته بكليته في القضايا التي تهمه، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا نركز فقط على المشاكل التي تواجه المسلمين. هذا سيبين أننا جميعا كبريطانيون، إيطاليون، فرنسيون في وجه هذه الأزمات يجب أن نقدم الحلول وليس فقط أن نضع أيدينا على المشاكل، حتى يشعر المواطن أننا فعلا جزء من هذا المجتمع، نهتم بقضاياه ونريد له الخير كما نريد لمجتمعاتنا. أستاذ رغد، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ رغد التكريتي الحقوقية ورئيسة مجلس شورى الرابطة الإسلامية هنا في بريطانيا، شكرا جزيلا على تواجد حضرتك معنا. شكرا لكل من شارك أونلاين وكذلك كل متابعين نقطة حوار على أزوم. حديثنا متواصل بالمناسبة على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل.